كنا اتكلمنا في مره من المرات اللي فاتت عن موضوع ال 1 دايمنشنال موديل او ال 2 او ال 3 دايمنشنال موديلنج. لو احنا فتحنا الكروس سيكشنز بتاعتنا وقفنا هنا في اي قطاع مثلا كده وبنشوف، هتلاقي ان الفيلوسيتي المتوفره عندك هي 1 فاليو. ده معناه ان كامل القطاع اللي هو متعلم بالاحمر ده ليه سرعه واحده 0.39. سطح الميه عندنا افقي، مفيش تغير للفيلوسيتي مع العمق ولا مع عرض الكروس سيكشن، ده فيلوسيتي افريج. بعد كده معناه ان القطاع بتاعي ده بيور 1 دايمنشنال موديل. ال 2 دايمنشنال موديل بيكون فيه اختلاف للعمق مثلا مع او الدبت او الكاركترستكس مع المسافه الارضيه. وال 3 دايمنشنال موديل بيبقى فيه كمان اختلاف مع العمق كمان، يبقى عندي ديستريبيوشن للفيلوسيتي مع الايه؟ مع العمق، ده كده بقى 3 دايمنشنال موديل. في حاجه في النص احنا كنا بنسميها الكوازي 2 دي. ازاي يقدر الموديل يحاول يعمل ديستريبيوشن للفيلوسيتي دي او للكيو بتاعت القطاع، يعني ان هنا الكيو عباره عن ايه؟ او الفيلوسيتي جايه من ايه؟ جايه من الكيو على الاريا. نفس الكيو اللي معديه في القطاع دي ممكن تتقسم على مساحات جوه الكروس سيكشن ده، وبالتالي ممكن السرعات على الاطراف تبقى مثلا اصغر من السرعات في الايه؟ في العمق. نتيجه طبعا الاقتراب من الجوانب، والاقتراب من الجوانب ده بيخلي الشير افكت يقلل السرعات عند الجوانب والقاع والجنب اليمين. طبعا الكوايز 2 دي مش هيقدر يدرس التغير جوانب وقاع كمان، ده معناه ان في تاثير راسي، انما هيبان التاثير كل ما ببعد عن الحوائط الجانبيه. السرعات طبعا بتزيد في القلب. في 3 دايمنشنال موديل هقدر اشوف كمان ان السرعات في العمود الواحد عند القاع قليله، في النص عاليه، في الايه؟ في قرب السطح بتبدا تقل تاني بسبب الشير مع الهواء او السطح يعني مع الهواء. فازاي نعمل الكوازي 2 دي ده هنا في الموديل؟ هروح على الستيدي ستيت او الستيدي فلو اناليسيس، واروح على حاجه اسمها الفلو ديستريبيوشن لوكيشن. هنا بيطلب مني عدد القطاعات اللي انا عايز اقسم عليها القطاع. القطاع بتاعي ده عايز اقطعه كام جزء؟ الاول اختار المكان اللي انا هقطع عليه، هو طبعا عندي ليتش واحد، فانا اختار ان انا هعمل سيجمنتيشن للفلوستي على قطاعات تبدا من القطاع رقم 200 اللي هو الموست اب ستريم، وتنتهي مثلا على القطاع اللي قبل الهدار بالظبط، كويس، اللي هو كان 120. طيب هم 45 توتال ستريب، يبقى القطاع بتاعي هيتقطع الى سترايبس، كل واحده فيهم عددهم اسف ما يزيدش عن 45. ليفت اوفر بانك كام سيكشن، الشانل كام سيكشن، والرايت اوفر بانك كام سيكشن، طبعا ده اكوردنج للجزء اللي انت عايز تهتم بدراسه تفصيليه شويه ليه. خلينا نفترض ان هم كلهم زي بعض، ومش لازم يكونوا 45 بس ماكسيموم 45، فممكن نقول مثلا عندي 10 في الليفت اوفر بانك وزيهم في الرايت في الشانل وزيهم في الليفت اوفر بانك، واقول له ده السلكتد رينج. فبيقول لي ان هو قسم القطاعات بتاعته بما فيهم الانتربوليتد سيكشنز اللي هم كانوا ما بين ال 200 وال 120. اوكي كده تمام، واروح اعمل كومبيوت. بعد ما يخلص حسابات هقفل واروح اشوف الكروس سيكشنز مره ثانيه. هتلاحظوا هنا في كلرنج ظهر. ليه؟ لان السرعه هنا بقت 0.17، هنا غير هنا غير هنا. طبعا هم نتيجه ان هم كلهم طالعين تقريبا حاجه واحده، السرعات ما فيش اختلاف كبير يعني، وطالعين قيمه واحده. انما انا عندي مجموعه من الستريبس كان ممكن لو في اختلاف للسرعات، او يعني الموضوع فعلا قطاع كبير والفلو كبير مثلا، كان هيظهر عندي هنا اختلاف في قيم الكيو، يعني سوري اسف الفيلوسيتي، وعلى الجوانب السرعات كمان مختلفه. ده اللي بنسميه الايه؟ الفيلوسيتي ديستريبيوشن ثرو الكروس سيكشنز. ده ممكن يكون مفيد لو انا ايه بدرس كمان السكور او النحر، بقى محتاج اعرف السرعات على الجوانب قد ايه، مش السرعه الافريج وخلاص. كده نبقى احنا ايه خلصنا المحتوى اللي احنا عايزين نقوله ليه علاقه بالهيكراس في الجزء بتاعنا ده.